السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. قبل البدء فضلا وليس أمرا، ادعمونا باللايك للفيديو. أمر قاضي محكمة بئر مراد رايس بإيداع عون أمن رئيسي في العقد السادس من العمر وأربعة طلبة آخرين تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في قضية مخلة بالحياء والنظام العام والآداب العامة في جامعة مزرعة، وقد تم اعتقالهم بعد تلقي الأمن شكاوى حول تصرفاتهم غير الأخلاقية في الحرم الجامعي واسترجاع مقاطع فيديو توثق الجنايات المرتكبة من قبلهم. المتهم الرئيس ابتز الطلبة مقابل التوسط لهم ومساعدتهم في الحصول على درجات جيدة، وقد تم تأجيل محاكمتهم إلى 7 مارس بناء على طلب الدفاع الذي يطالب بالإفراج عنهم لعدم وجود سوابق عدلية، وإيداعهم بالمؤسسة العقابية حسبهم سيدمر مسيرتهم الدراسية. وأنتم مشاهدين، ما رأيكم في كل ما يحدث؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.